الدراري كاملين اللي كيتفرجوا. هذا الصباح هذا غادي نتحرك واحد البلاصه عندها ثقافه صينيه. دابا انا في المحطه ديال ستاسيون اللي سميتها جوردن. جوردن هذه غنتحدث على السونترال. السونترال ستاسيون هي في اي تران او اي مترو تقدر تطلع فيه باش يديك اي بلاصه بغيتي. اي واحد بغى يجي هنا عرفت شي سونترال واحد البلاصه تمشى هاي تو سونترال. فوالا تو سونترال. كما كتشوفوا هاي المحطه هذه محطه السونترال هي هذه. انا كنت في جوردن جيت من هنا من محطه جوردن طلعت السونترال. السونترال كما شفتوا مجموعه فيها كاع الالوان ليموني خضر كتلقاو فيها كاع الالوان اخرى. من بعد بزاف الاسئله اللي وصلوني على باش نمشي نشوف الثقافه ديال دوك الناس كي دايره نمشي نشوف. قررت لي انني نزور واحد البلاصه اللي سميتها اكبر هو اكبر بوده كاين في العالم ديال واحد الجبل واحد كبير بزاف هو اللي طالع عليه. دابا كنا جينا عندنا كنا غنشوف التليفيريك. التليفيريك هذا هو اللي كيطلع في الكابلات في السماء ولكن لقينا انه كيتصيب. الوغ غادي نمشيو دابا كنشدو واحد الكار. الكار اللي غيطلع على البلاصه غتشوفوها معانا. كما كتشوفوا شاد الصف كما شفتوا لا فيديو اللي قبل وريتكم المحطات اللي جيت فيهم البلاصه هذه. جيت من ستاسيون جوردن. ستاسيون جوردن هي البلاصه اللي كنت فيها انا ركبت السونترال. السونترال كما قلت لكم هي البلاصه اللي كتخليك تمشي لاي بلاصه بغيتي في هونغ كونغ غادي تمشي لها من السونترال. السونترال كتعطيك جميع المناطق اللي بغيتي تركب تمشي لهم. الوغ فاش وصلنا للبلاصه هادي راه كاينه السميه ديالها غنكتبها لكم تحت الى بغيتو تجيو ليها. هاد الفيديو درتها خصيصا للناس اللي بغات معلومات كيفاش يمشيو منين يتحركوا. ان شاء الله غادي يكون واحد كيو سي ام. هاد الكيو سي ام هذا كطرح فيه انت سؤال وكنجاوبك انا على اي حاجه بغيتيها. حيت نورمالمون باش تحرك لاباج ويكون بزاف الناس يكونوا متابعين لا فيديو باش كلشي يستافد. ما بغيتش نبقى نعطي بزاف الحوايج باش بنادم من بعد انا وسامح. لوبجيكتيف اصلا ديال هاد لي فلوغ ان شاء الله هو انا نعطيك معلومات ولكن الاصل ديالو وريتك ان واحد الموتيفاسيون خاصك ترجع للانترو. الانترو اللي كنت درت خاصك ترجع للموتيفاسيون وتشوف علاش انا درت هاد الفلوغ. اصلا علاش درت السفر حول العالم. هاد السفر هذا بغيت نبين لك انني من واحد الانسان كما كيقولوا اللي بدا انه فشل اللي كلشي في المغرب ولكن اون فوا غادي يلقى راسو انه فاش غيبغي يدير شي حاجه في دماغه غادي يدير غيحقق الاحلام ديالو. هنا فين كاين الموتيفاسيون ما نخليكش علاش كيقول لك بغيتي تحقق الحلم ديالك فيق بعدا ميمكنش تبقى كتحلم. هو راه حلم ولكن فيق باش تحقق وانه ماشي هادشي باش تحقق هذا الحلم هذا راه كنقول ماشي سهل وماشي صعيب. ما خاصش تبقى تبان لك ان اي حاجه صعيبه حاليا. غنوريكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه كيفاش درت هادشي وعلاش. واي سؤال عندكم دخلوا لاباج ولا لاباج ديال الفيسبوك نبيل مازار فلوكس غدخلوا ليه غادي تلقاو كلشي ان شاء الله. اي سؤال بغيتو نجاوبكم عليه غادي نجاوبكم عليه. تلاقاو الفوق ان شاء الله. Thank you.
حتى معني واحد التماري ديال الله والحق وشحال من درجه خونا شوفي المعلقين فوق ما فكروش ما يقدرش يهبط عندنا ولا شي لعيبه داك بوده معلقين واكبر بوده كاين في العالم حاليا هو هذا ممكن تبقاتك شي 300 حتى 400 درجه خاصني نطلعها شريت قرعه الماء انا غنطلع نشوف هذا الهيت كيدير عاوتاني ادعوا معنا بغيت لكم درجه درجه ان شاء الله اكتشفت واحد الحاجه الخوت بوده كان نازي ها بوده كان مع النازيه هاي العالم النازيه او هزيد اما ندير شي ان شاء الله ما نضر ورايا طلعت بلا ما نوقف بوده ولا عوده ولا سخفني يعطيه مصيبه هادشي شحال ديال الدروج باش نوصل دغيا ترى السخف شددني كاين هانيه منظر من فوق واعر او خونا عند واحد الصباع قداش لمشى حتى طاح فيه كله بدا كيصدي مع البرد ما عرفتش عزيز عليهم حطوه في البرد مسكين بوحدو كيبقى بيج هنا كيعبدوه مخليه مغطينوش قررت انا نختم من هاد البلاصه هادي كنشكر اي واحد كيشوف لي بلوغ اي واحد كيكومونتي كلشي ديال جيم في لاباج سير فيسبوك نبيل مازار فلوغ و سير لاشين يوتيوب نبيل مازار فلوكس اي سؤال خاصكم اي حاجه بغيتو تعرفوها بشحال كيفاش امتى اي بلاصه بغيتو تحلوها غير دخلوا عندي لاباج صيفط ميساج راه غادي يجاوبك في البلاصه كيجاوب كلشي اي سؤال خاصك كيف ما كان مرحبا غدا عندي بلاد اخرى ثقافه اخرى نشوفكم ان شاء الله في البلاد اللي غتكون تاي سبيسيال 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 بزاف لهذا كنطلب منكم انك كلشي تابوني باش يوصل الجديد ديالي الله يعاونكم الخوت تهلاو في راسكم